السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع جيجل لنقف على الأشغال نتاع الربط مخازن الحبوب بمنطقة بازول بولاية جيجل، إذا بالقرب من ميناء جيجل. إذا ربط هذه المخازن تاع الحبوب بالشبكة الوطنية للسلك الحديدية وتطوير القدرات التخزينية للوطن، وكذلك العملية تاع تحويل الحبوب من مناطق التخزين إلى مناطق التوزيع. هذا أكيد سوف يعزز من الأمن الغذائي بصفة عامة. هو نخليكم تابعوا الفيديو أو ما تبقى منه، والسلام عليكم. Thank you.